السلام عليكم دراري بنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا اللايف. المهم شحال من درت لايف الاخوان، سمحوا لي غبرت بزاف، ولكن هذا اللايف الاخوان ما غاديش يكون بحال لي لايف الاخرين، يكون مختلف شويه الاخوان. غادي نبارطاج معكم شي حوايج اللي انا كنديرهم وكنت كنديرهم. حقت بزاف الناس يقول لي ما عنديش باش انفيستي، كما كتعرفوا اللي ما شافش الفيديو في يوتيوب يدخل يتفرج فيه كامل. هذاك الشيء اللي وريتكم فهاديك لا فيديو، دابا غادي نزيد نطوروا منه شويه، غنزيد نوريكم شي حوايج اخرين اللي مازال تقدروا ديروهم بهذاك السيرفيس، شي حوايج اللي احسن. دونك الاخوان غادي نتسناو بما تجمعوا كلشي، بما تجمعوا الناس بما جاوا، وديك الساعه نبدا اللايف ديالي. عندي 30 دقيقه، 30 دقيقه الاخوان وغادي نمشي. المهم 30 دقيقة الإخوان وغادي نمشي. دونك حاولوا أنكم طاقيو صحابكم، عيطوا على صحابكم باش يدخلوا، طاقيو صحابكم الإخوان باش نبدا. طاقيو صحابكم الإخوان باش نبدا. المهم الاخوان انا غادي نبدا دابا. كيف ما قلت لكم اللي ما تفرجش في اللي ما تفرجش في اللي ما تفرجش في الفيديو الاخوان في يوتيوب يدخل يتفرج فيه، غادي ينفعوا بزاف. فيديو بالنسبه للناس اللي ما عندهمش راس المال، ما عندهمش باش يبداو. درت لكم واحد السيرفيس لانك غتدخل تبيع الناس الفولوور اللي تفرج الناس اللي تفرجوا فيه. دونك لكن احسن طريقه باش تخدم بداك السيرفيس هو تبيع الناس اللي فولوور. ولكن الاخوان كاين واحد الطريقه اخرى. ملي كنقول لك تبيع الناس لي فولوور الاخوان، يعني عطيتك كيفاش تقلب عليهم ومنين تجيبهم. كتلقى بزاف الناس عندهم بزاف ديال لي بروجي، مثلا تقدر تكون انت على سبيل المثال مشيتي لاي قيصريه، مشيتي لاي اي اي مارشي ديال كيبيعوا التليفونات، كيبيعوا لي بي سي، غتدخل عند اي محل اوتوماتيكمون غتخص تكون عنده واحد لاباج ديال الانستغرام ولا عنده باج في تيليجرام اللي كيبيع فيها. شنو غيحتاج هذاك الانسان باش انه يبيع؟ كيحتاج لي فولوور بزاف، كيحتاج لي كومونتير، كيحتاج لي جيم في لي بوست ديالو، كيصايب دي بوست كيطلع عليهم، خصو يطلع لهم لي جيم باش يكون هذاك السيت تراست، باش يكون ثقه اكثر. دونك هذه الخدمه تقدر ديرها مع اي واحد، اي واحد تمشي عنده السلام عليكم، عندك كتبيع كذا وكذا، كتبيع لي تيشيرت، كتبيع تليفونات، اي حاجه كيبيعها، اي واحد كيبيع اي حاجه. كتمشي عنده كتقاد ليه انت، كتقاد ليه باج انستغرام ديالو، تقاد ليه تقاد تحط ليه تصايب ليه فيديو، وتقاد ليه التصاور ديالو وطلع ديك لا باج باش يكون تراست اكثر. ولكن دابا الاخوان غادي نوريكم واحد البيزنيس اخرى تقدر ديرها بهذا السيرفيس. هذا السيرفيس الاخوان كيخول لك دير بزاف ديال الحوايج. ما بين هاد الحوايج الاخوان انك شنو غادي دير. مثلا كتدخل، جيت نوريكم هاد السيت، هذا نوريكم هاد السيت الاخوان. دابا انا غادي ندور هنا، غنوريكم الاخوان هاد السيت، هذا كلشي كبان لي. هاد السيت الاخوان ديالاش، هاد السيت هذا باي انستغرام اكونت. دونك هادو دي انستغرام اللي كيتباعوا، ياك هادو دي انستغرام كيتباعوا، دي اكونت في الانستغرام، دي اكونت ديال تيك توك حتى هما كيتباعوا دي شين في يوتيوب. بشحال كيتباعوا؟ دابا جينا مثلا لهذا، دخلنا لهذا مثلا الاخوان، هاو هاد الانستغرام الاخوان فيه مليون ديال لي فولوور، بشحال كيتباع؟ غيتباع ب 21 مليون مثلا. هذا كيتباع ب 21 مليون، ها هو السيت الاخوان سميتو فام سواب. الى جينا مثلا الاخوان هذا انستغرام ديال السينما، هذا الانستغرام ديال السينما الاخوان شحال فيه؟ فيه 250 كا، بشحال غيتباع؟ ب 1900 دولار. دونك هنا كاين واحد البزنس اخرى. شنو هي البزنس الاخرى؟ هي انك كتكري دي انستغرام، وكل انستغرام كتعطيه واحد النيش. مثلا غتصايب واحد الانستغرام ياك،
غيكون مثلا ديال الفود ديال الماكله. غنجيو دابا هنا غنجوب دابا دخلنا هنا كنديروا هاشتاغ فود هاشتاغ فود كندخلوا كنشوفوا لي بوست ديالها تحط هما هادو مثلا هذا ها هو دابا هذا شاف دونك انت تقدر تصيب انستغرام بحال هذا وشنو غتحط فيه تحط فيه غير الماكله تحط فيه لي بوست ديال الماكله ديال الماكله وغتطلعهم كاملين كتطلع فيهم لي فولوور ولي جيم لي كومونتير دونك هنا انستغرام غيولي عندك انت واجد كيفاش غتطلع غتقول لي يوسف انا يوسف باش نطلع 290 ك وتكون ريال كيفاش انها غتكون ريال ما يمكنش انك تطلع 200 ك كامله ريال شنو غادي دير شنو غتقول لي شنو غادي ندير يوسف باش نجيب ناس بالصح اللي غيكونوا كيتفاعلوا في هذاك الكونط انا غنقول لك شنو غادي دير دابا تبع معايا بشويه باش نقول لك شنو غادي دير ها انت مثلا غندخل غنصيب واحد الكونط انستغرام غادي نسميه مثلا فود غنسميه فود غندخل لقيت فولوور هنا ياك غندخل لقيت فولوور غنجي هنا وغادي ندير انستغرام فولوور وغادي مثلا نطلعو 100 ك غنطلع عليه 100 ك غتقام عليا ب 72 دولار يعني 200 ك اللي درنا 200 ألف كتقام عليا ب 150 دولار وإلا جيت هنا وشفت كونت اللي فيه 200 ك بشحال كيتباع كنلقاه كيتباع ب 1900 دولار دونك أنا مقيوم عليا ب 144 دولار وغنبيعو المينيموم 1900 دولار هادي من جهة غتقول لي ويلا بغيت الناس غير شنو غادي ندير انا نقول لك شنو غادي دير دابا مثلا غادي نجيو عند هذاك الشاف اللي شناه دابا داك البوست ديالو اللي شفناه هو هذا مثلا هذا الشاف هذا دابا هذا الشاف هذا فيريفيد دونك هذا انسان عنده الناس شنو كندير عند هذا كنجي عند هذا ياك كندخل الناس يفولوينو الاخوان غيال ناس غيال عنده هانجوم عنده هاد لي زابوني غيال شنو كندير انا كنهز هاد لي زابوني اللي عنده كاملين كنهزهم كاملين كيفاش غنهزهم عندنا واحد السيت الاخوان سميتو او اي جي اكسبو كنهز كندخل هاد السيت هذا ياك وكنجي كنهز هاد لي فولور عند هاد السيد كنهزهم كاملين بلا ما نخلي شي واحد وكنجي للسيت هنا وكنمشي لي كومونتير كندخل لي كومونتير ياك وكنحط اللينك ديال البوست ديالي انا كتحط اللينك دابا داك الانستغرام غادي تصايب انت انستغرام انا غادي نصايبو ياك غنطلع عليه 200 ك ولكن ديك 200 ك غتكون غير من السيت غنبغي نطلع عليه مثلا نزيد واحد 50 ولا 60 ك غيال ديال الناس حقيقيين غنمشي عند واحد في نفس النيش ياك اللي عنده ناس حقيقيين وكندخل لهذوك لي زابوني ديالو وكنهز هذوك لي زابوني ديالو ياك وكنجي هنا لي كومونتير كنحط اللينك ديال البوست ديالي انا في هذاك الانستغرام كنحط البوست ديالي انا وكنكوبي هذوك الناس كنحطهم كاملين هنا في لي كومونتير شنو كيطرا اوتوماتيكمون هذوك الناس كيطاغاو في البوست ديالي انا بحال هادوك الناس ديالو كيطاغاو عندي في البوست ملي كيطاغاو الناس كيدخلوا كيتانتريساو كيديروا لك ابوني دونك هادي واحد لا استراتيجي تقدر انك كتجيب بها كتدخل السيت غيتقام عليك الكونط مثلا باش تطلعوا ب 100 دولار ولا 150 دولار لي كومونتير الاخوان كومونتير واحد كيتقام عليك ب 0.002 هايا كومونتير واحد كيتقام عليك ب 0.002 يعني الاخوان 1000 100 كومونتير كتقام لك بدولار واحد يعني ملي كيكون 100 كومونتير يعني 100 يوزر 100 واحد باش تدخل 100 واحد كتقام عليك بدولار واحد نتمنى تكونوا فهمتوني دونك شنو غدير انت كتدخل كتصايب بزاف ديال لي زاكونت ديال الانستغرام كتصايب بزاف ياك وكل واحد كتعطيه نيش مثلا انا نعطيكم دي نيش
مثلا غنديرونيش في في البوتي لا بوتي غنديرونيش في موديل ديال الموديل غادي نديرونيش في ليكسيريس داكشي ديال المكانات الديور الطوموبيلات غادي نديرونيش الاخوان في الحيوانات حتى هو غادي نديرو اخوانيش في الجيمين هادو كاملين ديني شي الاخوان كنقول لك دير هاشتاغ هاشتاغ ودير واحد نيش فاشن دير هاشتاغ ودير ارت دير هاشتاغ ودير دير مثلا سيليبريت دونك فاش كدير بحال هكا ملي كتدخل شنو كتلقى ملي كتدخل مثلا لهنا سيليبريت كتلقى محطوط 5 المليون ديال لي بوست 5 المليون ديال لي بوست اوتوماتيكمون غتجي ملي كتهبط كتشوف الناس كتجي عند هذا الا دخلت عنده هايا يلا عند 44 فولوور شا عند 44 فولوور هذا شو لي كومونتير زيرو ما يمكنش ما صيفطش ليها ميساج امبوسيبل ما نصيفطش لهاد السيده ميساج وما تقولش ليا بغيت 20 30 كا امبوسيبل ما تقولش ليا بحال هكا الا جينا نيش اخر نجيو الاخوان نيش اخر اللي هو هذا ندخلو هنا ندخلو هنا امبوسيبل هذا اللي هو كيبيع يلا عنده 117 امبوسيبل ما يبغيش يطلع لي لايك ديالو نجيو لابوتي عاوتاني نجيو هنا ها نتوما الاخوان كتدخل عند هذا حتى هو يلا عنده 1027 هادو كيبيعوا ها هو هادي بوتيك كتبيع غتدخل عنده غتصيفط له ميساج امبوسيبل ما يخش ما عندك يلا عنده جادور وحده عنده كومون جوج ديال لي كومونتير وعنده جيم وحده امبوسيبل اخوان ما تقولش لي ما غاديش يشريو من عندك الناس ما يمكنش الناس كاع ما غاديش يشريو من عندك انفو غتدخل ولكن حاجه وحده انك ملي غتصيب الكونت ديالك انت اللي غادي تخدم به سباندي على الكونت ديالك هو الاول طلع عليه ماشي انت كتقول لبنادم غادي نبيع لك 100 كا وانت يلا عندك 10 كا سباندي على الكونت ديالك هو الاول حط طلع لي فولوور ديال الكونت ديالك حط واحد 4 5 ديال لي بوست طلع عليهم لي جيم طلع عليهم لي كومونتير حتى هما عاد ديك الساعه بدات بروبوزي على الناس تقدر تصيفط 200 300 ميساج في النهار 200 300 ميساج الاخوان في النهار البنادم ما يمكنش ما تشلك واحد جوج مي امبوسيبل ما تشلك واحد ولا جوج باش تبيع ليه بشحال كتقامل لك 100 كا بشحال غتقامل لك 100 كا 70 دولار بشحال غادي تبيعها اخوان راه كاين ما يدار هادشي كنقول لك انا شخصيا كنت كنديرو انا كنت كنطلع لي انستغرام وانا كنبيعهم وكنت كنبيعهم في هاد السيت كيفاش غتبيع في هاد السيت تقول لي هاو الا عقلتو على هاد اللي خدمت به انا انت كتدخل هو السيت فام سواب كتدخل كتحط اليوزر نيم ديالك هنا كدير الكاتيجوري انا باغي نبيعو ب 100 دولار هايا الديسكريبشن ديالها كندير سوب مايت غادي يدوز هنا قالوا لي بلي خصني ندير 60 كاركتر في الديسكريبسيون يعني خصني نطولها مزيان نكشف فيها اكثر من هادشي وكندير سوب مايت وكتحط كتليس عليا الانستغرام ديالي باش يتباع حتى هو كيولي من ضمن هاد لي انستغرام الا جيتي انت صايب شي مثلا 4 ديال لي انستغرام ودرتي ثمن مزيان وجيتي صايب شي 4 ديال لي كونت ديال تيك توك وجيتي صايب شي واحد 4 ديال لي شين في يوتيوب ولا 5 ديال لي شين في يوتيوب وديما كما قلت لك استراتيجي باش تخدم باش تطلع لي فولوور قلت لك شنو هي انك كتدخل كتمشي عند واحد اللي كيعزل واحد النيش كتمشي عند واحد اللي مشهور في هذاك النيش عنده ناس حقيقيين كتهز لي زابوني ديالو هو بهذيك لابليكاسيون اللي وريتكم كتهز لي زابوني ديالو كتهزهم كاملين وكتحطهم تصون دي كومونتير كدير اروباس تحط سميتو غتحط واحد 5000 كومونتير 5000 يوزر هذوك ال 5000 كاملين كيطاغاو دونك هذوك 5000 واحد كاملين كيطاغاو كاملين كيوصلهم واحد نوتيفيكاسيون عندهم كوم كو راه واحد فلان طاغاك في واحد البوست اوتوماتيكمون كيدخل غايدير لك ابوني الا كان انتريس غايدير لك ابوني ولكن احسن حاجه دير انك تبيع هاد السيرفيس بيع الناس لي لايك في الاول باش تبدا بيع الناس لي لايك بيع الناس لي فولوور عاد تبدا تسكيلي في البيزنس ديالك عاد ديك الساعه دوز لي طاب ثاني انك تصيب تطلع في دي انستغرام اخوان كلشي يحتاج لي انستغرام اي واحد عنده مشروع انا باغي نبيع القوامج بغيت نبيع القوامج راه غنبيعهم فيسبوك وهنا غتدخل تقدر في الفيسبوك عندك ولا في الانستغرام عندك راه بنادم محتاج واحد الانستغرام اللي يكون قديم شويه انت كتوجدو تقول لي خويا انت كتبيع التليفونات انا راه عندي واحد لاباج واجده ناضيه فواحد 50 ولا 60 كا انا نبيع لك بثمن مزيان
شحال مطالع عليك انت هاد لاباج؟ شحال طالع لك؟ $70 $60 كاع $100 شحال غتبيع لي؟ غتبيع لي مينيموم الاخوان غيضرب معاك واحد الدرهم مع واحد $150 فابور ديال الله ديال الله. انستغرام واجد كتبان ليه السينكا غتقول انا نبيع لك واحد غنبيع لك 1500 درهم صافي. دونك الاخوان ما تبقى ما تبقاش عطيني الاعذار، انا ما تعطينيش الاعذار الاخوان، ما تعطيونيش الاعذار. دزنا من الكريبتو قلت واحد كام ما عندناش راس المال، ما عندناش باش انفيستي وما عندناش باش نديرو راس المال. ها هو ها راس المال دخل، راه هادشي كيتقام عليك بجدريال تخربيقه شحال $20 غتبدا بها، غتبدا $20 غتجيك في المبيع ب $30 مبيع واحد غيقول لك بغيت غيصيفط لك $40 شويه $50 وغادي وكتكبر في الريزو ديالك، غادي وكتكبر في الريزو ديالك. غيوليو وحدين كيجيبو لك صحابهم حقاش انت تراس غير هو اي واحد صيفط لك الفلوس تخدم مع الغرض، قد صيفط ليه لي فولوور ديالو وديما كيف ما قلت لكم صيفط ليه في الاول واحد 200 300 فولوور في الاول كيشوفها طلعت راه كيجي عندك كيتانتريس يقول لك اه عطيني 100 عطيني 200 عطيني 300 على حسب هو شحال بغا. وكونوا متاكدين ان بنادم غادي يجي وغادي يشري من عندك، غيجي والله حتى غيجي وغادي يشري من عندك. انا وصلني بزاف ديال السكين اخوان، بارطاجيت معكم واحد الفيديو دابا ديال واحد وصلات وما بها، غنبارطاجي معكم بزاف ديال الناس، راه ماشي غير واحد، راه بزاف الناس داروا شي غير في يومين يعني الا بارطاجيت الفيديو انا والبارح. ولكن بنادم اللي باغي يخدم، بنادم اللي باغي يخدم، بنادم اللي دخل وصيفط 200 300 ميساج في النهار، 200 300 ميساج في النهار خدم عليها وجاوه مبيعات الاخوان. الحريده الدراري الحلي ورك لي على الخدمه، ما تستهنوش الاخوان بهذا السيرفيس. هذه واحد السيرفيس اللي كتبيعو كتعطي الناس خدمه، كتعطي الناس خدمه هكا اخويا، كتخلصني بواحد الثمن رمزي حتى هو راه كتجي رخيصه، انت راه تجيك رخيصه هو غتجي رخيصه. ملي كتوريه انستغرام ضارب 300 كار ساهل باش تطلع 300 كار ساهل جدا، راه كنقول لك 100 كومونتير كيتقام عليك غير بدولار، 100 كومونتير كيتقام عليك بدرهم الاخوان، 100 كومونتير. دونك سير انت هز ليا سير فشي بوست يكون ناضي، هز منه كاع دوك لي فولوور اللي عنده وحطهم انت في دي كومونتير ديال البوست اللي عندك انت اللي حاط انت في داك الانستغرام اللي باطلع، وشوف الريزولتا كيفاش غتكون. وغتجي عندي وغتقول يوسف والله الا انت كي قاش اخوان الشيء انا كنت كنديرو، هادو هما القوالب انا كنت كنديرهم. بحال قلتي كتمشي كتصفر لواحد خونا لي فولوور ديالو بواحد الطريقه فنيه، بواحد الطريقه فنيه كيجيو عندك وعندك الانستغرام حتى وغتبيعو وغتصيب بزاف ديال لي انستغرام وكل واحد والنيج ديالو. مثلا جينا نشوفو هنا الاخوان، ها انت دابا كل واحد ودياله، دابا هذا ديال السينما ملي كتدخل ليه كل واحد الاخوان وديالاش، هاو فيه 1700 بوست، لي لايك فيه 3200، لي كومونتير فيه 16 في كل بوست اخوان، لي فيديو لي فيوز ديالهم 22000. ها انتم كنحط لك لي 16 سيك وكلشي، هادشي كامل باش دايرو هو، هادشي كامل هو باش دايرو، دايرو غير بهذاك السيرفيس. جا هو بهذا الكونت بشحال مقيوم عليه هذا الكونت اللي هو باغي يبيعو ب $1900 هاي $1900 اللي هو فيه 251. حيت نشوف شحال مقيوم عليه، جيت انت وطلعتي مثلا حنا نحسبوها الاخوان، غنحسبها قدامك ها هما الاخوان، غنجي نحسبوها قدامكم. كونتي تي 250000 مقيوم عليه الكونت $180، غتزيد عليها واحد $10 ديال لي كومونتير هي $190، لي فيوز غادي يديرها $20 ونقيم عليه الكونت كاع ب $250، نقيم عليه ب $250 وباغي يبيعو بمليون و 900 ب $1900 هو مقيم عليه غير ب 2500 درهم وغادي يتباع ليه. عقلوا على الكونت، عندكم السيت عندكم كلشي، غيتباع ليه في سيمانه دغيا غادي يطير وغيشدو واحد وغيخدم به. دونك الاخوان هذا واحد السيرفيس صغيور اللي ديروه ابار انكم تبيعوا، ابار انكم غتبيعوا لي لايك وكلشي باش تبداو تبيعوا تبيعوا لي فولوور، منين دو راس المال غتكبروا داكشي، غتكبروا داكشي الاخوان، غادو تصيبوا دي زاكونت، حتى تصيب 4 ديال لي كونت في انستغرام، 4 ديال لي كونت في تيك توك، 4 ديال لي شين في يوتيوب، وبدا تبيع فيهم في هذا السيت هذا. وكون متاكد انك غدير العاقه، سيرفيس خفيف ما غيدير لك حتى 4 السوايع 5 السوايع، الا خدمتي 5 السوايع صافي. انا متاكد، انا نكارونتي لك، انا نكارونتي انك تكمل الشهر غتجي عندي وتقول لي يوسف خويا الله يرحم الوالدين راه ضربت واحد 6000 ولا 7000 دولار، غتجي عندي وغتقول لي والله ضربت 6000 ولا 7000 دولار، غولي عندك باش تانفيستي في الكريبتو، غولي عندك باش تولي بخير، تصوفي الوالده، تسافر والصيف جاي، تحركوا الدراري،
تحركوا، انا ما كنضحكش، تحركوا الله يرحم الوالدين. وبالنسبه للسيت راه ساهل اخوان، حاجه واحده وصلني وصلوني دي ميساج بزاف ناس كيقولوا لي السيت بغينا نشارجيو. اخوان فاش كتشارجيو هذا السيت هذا ملي كدير بحال ما هكذا مثلا غادي نشارجي $20 الاخوان، شوفوا شنو كترى. مشارجي المهم ما عرفتش علاش ما دخلش كوين بيمنت. اخوان مثلا دابا انت غتشارجي $50، ملي كتشارجي $50 كوين بيمنت خاصك تصيفط ليها بالغاز في بلي فري ديال الريزو $50، حيت الناس ما كيوصلهمش. علاش كتحط كتقول لهم $50 كتصيفط لهم غير $50، ملي كتصيفط حتى $50 كتصير غير 49. دونك اللي كيصيفط اللي بغى يصيفط $50 ديما دير واحد الدولار فاصلة واحد زايده، يعني 50 غتصيفط لهم، غتصيفط لهم 51.1 51.1 ديما دير دولار فاصلة واحد زايده. الا ما درتيهاش كون بيمنت كتبلوكي لك وكدير لك الريفاند من مورا 30 يوم، هذا كدير لك الريفاند. دونك الاخوان ديما الغاز في رد ليه البال وزيدوا في البيمون ديالك باش دوز لك نورمال. المهم هادشي اللي كاين الاخوان، ها هو السيت غنعاود نوريه لكم، هو هذا الاخوان، ها هو فام سواب كتدخل ليه تقدر انك تصيب كونت نورمال اخوان فابور، تحط فيه انت الكونت اللي غادي تصيب. بيس اند لوف. المهم هادشي اللي كاين الدراري، غندير لكم فيديوهات مازال حقاش هادشي اللي وريتكم حتى هو البيزيك، مازال كاين شي حوايج حسان تقدر ديروا بهذا السيرفيس تقدر تولي به مليونير. تبارك الله عليكم وشكرا لكم بزاف على السيبور ديالكم، كنبغيكم بزاف.